في ايه؟ ما ترميه في وشي احسن. مين مع فراتك على الصبح كده؟ الناس اللي بوشين. بوشين بس؟ امال هتعمل ايه بقى في الناس اللي ام 10 وشوش؟ فكك وكبر دماغك وما تدققش. بالعكس، ده انا بعد كده هدقق قوي. صحيح، الفلوس بتاعت الفيزا اللي طلبت منها ادفعها لك قبل ما تيجي الصبح. صحيح فكرتني، حسابي كام؟ سيبك من الحساب دلوقتي، الحساب يجمع. شفتي بقى؟ نسيتيني كنت بقول ايه؟ وانا تحت اتخيلت بيكي في عربيه مع واحد، ده بقى ابن خالتك ولا ابن عمك؟ لا، ده واحد صاحبي كان موصلني. ليك شوق في حاجه؟ ولا انت مفكر بقى عشان بعاملك كويس ومديالك ريق وسامحالك تشيل تكليف الزماله اللي ما بيني وما بينك يبقى خلاص هيبقى لك كلمه عليا وهسمح لك تلقح كمان؟ انا لا بلقح ولا بلف وادور، انا بسالك. وانا جاوبت. صحاب زي ما انا وانت كده بالظبط صحاب، ولا انت بقى كنت معشم نفسك بحاجه تانية وفاكر لما هتعمل كام بنت جدعانه معايا يبقى هفتح لك سكه؟ حطي صوتك. راجع الملف عشان مليان مشاكل، واخر النهار الحسابات هتقعد معاك عشان يعرفوا المشاكل فين.